لي اش لي يعمل لي اش لي يعمل لي اش لي يعمل لي هيدا انصدمت وبقيت خنرت على من ماشي نقول لك ماشي نعمل كيما ايوا سعدك بنيته ملي قالت هذا الكلام هذا العزيزه مسكينه ضربت الضو وسخفت طلعت عند باها كانت بقى الحجر الصحي 3 ايام طلعت عند باها ماماها قالت بان البنت هاشني قالت لي هاشني قالت لي تصدموا كي يعطيها السقاطه كي دائما كيكريها ويقول لها ما تقولهاش العائله حتى تبوح دابا الناس كلشي هذه جرني صح حداني المسي ديالو شد عليا اليد جرني صح حداني المسي ديالو شد عليا اليد ليه عم تكتم مثلا صلوا مورا هذا كي دخلني كشد عليا الباب كي بقيت عدى عليا هذا الخبر انا عندي بنيته صغيره في الدار وبنيته كيجوا عندها ملي كيجوا عندها بنيتات انا كنكون في الدار ياك كنسمع ديك البنيتات كيبداو يقولوا ما تلفقي كي ايوا كيما شفت اخوتي قال لك الفقي اللي كانت تسنى بركته هو اللي دخل الجامع ببلغته ولكن هذا ما دخلش للجامع بلغتي يا ريتك كان دخل غير الجامع باللغه هذا دخل في ولاد عباد الله طول عرض خرج لهم على حياتهم وكرفسهم واحد التكرفيصه اللي ما كانوش في البال ما كانتش في البال وما كانوش متوقعينها هذا هو اخوتي اخواتي الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم اول حاجه لاباس عليكم كي دايرين صحتكم لاباس كنتمنى تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم خير والامور ديالكم كلها على خير وكنتمنى ربي يزعلنا هذا الوباء ويحفظ لكم وليداتكم كاملين ان شاء الله قبل ما نبداو الفيديو ديالنا اليوم على هذا الوحش ديال الفقي اللي خرج على دوك الوليدات 12 الواحد بلا باس نذكركم واخا راه يعني ولات عاده معروفه بارطاجي واشترك وفعل الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد الا بغيتو ما بغيتوش ليكم واسع النظر ماشي مشكله المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا كيف ما قلنا خوتي خواتاتي الفقي واحد الشخص اللي كيمشي اكثريه كيكون في الموادي والقرى اللي كتكون عند واحد المكانه مرموقه عند الاهل ديال ديك الباديه ولا ديك الدوار اللي كيكون فيه الا كيكونوا كيشوفوا فيه واحد النظره زوينه وكيكون يعني انسان اللي ملتزم انسان اللي كيخاف الله الانسان اللي عارف بينه وبين الله الانسان اللي مستحيل يدير شي حاجه ديال الحرام ولا شي حاجه ديال وكيمشيو لديك البلايص لان الناس ما عارفينش بالضبط كيمشي المهم تيقولوا بحافظ واحد شي جوج صورات تيقول انه فقي الناس ما تعرفش كيكونوا باغيين شي فقي شرط عندهم كيقولوا له مرحبا كيدخلوا عندهم كيامنوا له صافي كيعطيوه الماوى كيعطيوه راه كيولي عايش معاهم يعني السكنه المعيشه ديالو باش كيعيش كذلك الاعياد المناسبات المهم كيقول لي داك الفقي هو كلشي فهداك الدوار وكيكون عنده واحد المهام اللي كبارين وكثارين بزاف كيكون قاضي تيكون مفتي كيكون معلم تقري تيكون يعني طبيب تيكون يعني اللي بغى شي حاجه اولا اللي خاصو شي حاجه كيمشي للفقي اللي بغى يشوف واش ان الامور الدنيويه ديالو وداكشي ديال الدين الاسلامي صحيح كيمشي عند الفقي يسولو عليها على صلاته على صيامو على اي حاجه ديالو شي واحد مريض كيمشي عند الفقي يكتب له شي واحد شي بنيته من هذوك الدوار فيها الصرع ولا شي يجيب الفقي حتى يقرا عليها بغى الاخت انا يجي الفقي لجميع المناسبات يكون الفقي عارف الفقي المهم داك الفقي دائما حاضر كاين معاهم وهما كيهضروا على انه انسان معقول اللي ممكن مستحيل يدير شي حاجه انه كاين تيتخبى مور ديك الجلابه البيضاء اللي كيكون لابس وكذلك ديك الحيه اللي كتكون طويله وكيعطي راسو واحد الوقار واحد الاحترام كانه واحد الحمل الوديع اللي ما كيادي حتى شي حاجه هذاك الانسان اللي بحال طربي تما ليهم غير باش يخلصهم من اي ظلم ديال شي واحد بحكم انه كيعرف الدين وكيعرف الشريعه وكيعرف كل شيء يعني قاري وفاهم ولكن اخوتي اخواتاتي هذا اللي خاصو يكون زعما صراحه في الفقي وكاين الفقي اللي شفنا وماشي غير هو بزاف د الفقيه انهم كيديروا الكوارث اللي ما كتخطرش على البال اللي ما يديرهاش انسان اللي ما حافظش القران انسان اللي ما عارفش يعني في الشريعه ما عارفش بزاف ديال الحوايج في الدين الاسلامي يعني بزاف المسائل اللي ما كيتفقهش فيهم مزيان حيت الفقيه شنو هو انه متفقه مزيان وعنده واحد الكفاءه عاليه علميه في الدين الاسلامي وفي الشريعه اللي باش انه شي امور شي حوايج اللي كيكونوا غامضين حوايج ما تيفهمش الانسان يستشعر ما كانوش كيشكوا فيه بصفه نهائيه على ان هذاك الشخص فقي ممكن يدير فهاد الشيء بالاطفال ديالهم الاطفال اللي كيمشيو يقراو بحسن النيه اللي وكيسمعوا الفقي انه حيت محترم وكذلك لواحد الغلط اللي كيديروه انا كنوجه رساله للاباء والامهات بالاخص ان الانسان يعني ملي ولدك صغير الطفل اللي يجي عندك يتشكى لك ماشي شخص دار له شي حاجه اولا كيكون السلوكيات ديالو تغيرات كان الانسان كان الطفل
كيلعب ومريح ونشيط وكل شيء. واحد الساعه رجع انطوائي، رجع ما كيهضرش ما كيتكلمش ومنعزل بوحديتو. تعرفي علاش؟ كتكون عنده شي عدوانيه مع شي شخص، كنقول كيمشي مع داك الشخص وكيخرج معاه وكيما دائما معاه مزيان، من بعد كيقلب عليه كيبقى يشوفه كيتخبع اولا كيهرب منه اولا ما تيحملش يخرج معاه. خاصنا نسولهم علاش، ويقولوا لنا شي حاجه نصدقوها. مثلا هاد الفقي راه البنيته مشات كتقول لامها راه اش تيدير لي اش تيدير لي، هي شنو كتقول لها؟ لا راه ما يمكنش. الفقي قالت شي حاجه يمكن كيفرح بك، يا ودي راه تيفعلتي درك، لا يمكن غير كيفرح بك. لدرجه ان الاطفال ما بقاش يقدروا يقولوا لوالديهم داكشي اللي كيوقع، وبداو كيتصروا غير بعضياتهم. كل وحده كتمشي عند البنت تقول لها واش الفقي قال لك كذا، واش فعل لك الفقي، واش دار لك الفقي. ما كيبغوش يصدقوهم. ولا خوتي يكون فتحوا حوار مع ولادكم وفهموهم وقولوا لهم اشنو اللي كاين، ويردوا بالهم على اي واحد ما يوصلهمش في شي بلايص خاصه بهم ما يقيسوهمش فيها. ويلا قاسهم شي حد يجيو بسرعه يبلغوكم، وانتم تكون لان الانسان الحاجه ملي كتكون في البدايه ماشي هي حتى تكون تتوقع بزاف. داك كان دابا هاد الامهات يعني انتبهوا للاطفال ديالهم وسمعوا الشكايه ديالهم وسمعوا داك الفقي شنو تيدير لهم. ما كاينوش غادي يوصلوا لحالات بزاف اللي وصلوا 12 طفل يعني اربعه ديال الوليدات وثمانيه ديال البنات. اكيد لا، كانت غادي تكون الحاله شويه ماشي. ويفهموهم دائما يعني خليهم يفهموا، مابقاش عيب حشومه. عيب حشومه كتوصل غير الكوارث. خلي كل واحد يعرف شنو كاين كيدور في هذه الحياه هذه. ان الثقه والامان راه مابقاش. بالاضافه خوتي خواتاتي ان الاغتصاب راه ما كيساليش يعني، ولا كيبرى داك الشخص منه في عام ولا في عامين اولا كيكبر وكينسى. مشكلته ان الاغتصاب الانسان اللي تغتصب راه كيبقى مدى الحياه، التاثير ديالو كياثر عليه نفسي وكيقتلو. دابا هاد الفقي راه ما كاينش فرق بينه وبين المجرم اللي اغتصب عدنان وقتلو. هذاك قتل اغتصبو وقتلو يعني مشى للحياه الموت الابدي، غادي يموت صافي مشى. ولكن اللي باقي عايش هو الكارثه. هذا راه قتل حتى هاد الاطفال هادو 12 اللي اغتصبوهم ولا ضيعهم، راه قتلهم. ولكن هما الموت البطيء اللي غادي يبقاو يموتوا يوم على يوم طول المده الحياه ديالهم، ولا غتغير فيهم بزاف د الحوايج في حياتهم. يقدر انهم يرجعوا حتى هما انهم يغتصبوا من بعد، يقدروا يخرجوا في شكل اللي يقدر يعني. المهم ما تضمنش انه غادي يكون انسان طبيعي 100% الطفل هذا اللي وقع له هذا الشيء هذا. يعني هذا حتى هو مجرم كبير. الا كنا كنطلبوا ان القاتل والمغتصب عدنان بالاعدام، فبرايكم هذا شنو خاصو؟ هذا عدنان قتل طفل واحد، هذا اللي دار 12 للطفل هذا الشيء هذا، يعني شنو في رايكم شنو خاصو؟ شنو هو العقاب اللي خاص هذا الشخص هذا بالضبط؟ انا في سمعت هذه قالوا انه ممكن تمشي حتى 30 سنه. ولو 30 سنه راه ضيع حياه 12 طفل، 12 طفل مشات حياتهم هباء يعني، ضاعوا دابا هذوك ما بقاش فيهم يعني شنو غتنتظر منهم مستقبلا؟ يا ربي يا ربي الا خرجوا سالمين انه شنو غادي يديروا؟ غتاثر عليهم النفسيه. وانا غادي نحكي لكم واحد القصه ديال واحد الشاب اللي حتى هو غادي يعني باش تفهموا نتائج ديال الاغتصاب شنو هي، وكذلك الاباء والامهات اللي ما كيسمعوش لاولادهم هاد الشيء. ولكن حتى هو تعرض لواحد الحاله اغتصاب في العمر ديال 5 سنوات، ومنين تعرض له من طرف العم ديالو. كيفاش وقعت له القصه؟ كيف ما كيقول هو، لان هو اللي حكاها بنفسه، انه واحد الام ديالو كانت حامله وكانت غادي تمشي باش تولد في الطبيب. اضطر الاب ديالو مع جدته مع مرات عمو انهم يمشيو يديوها للطبيب. بقى هو طفل صغير ما غاديش يمكن يمشي للطبيب، خلاوه مع العم ديالو والابناء ديالو. اللهم مشاو، هو عمو قال واحد الهضره للدراري، شوفوا هذا اصلا هذا العم هذا يعني ماشي خاصو الاعدام، انه هو وحش وربى ثلاثه الوحوش انهم غادي يكونوا حتى هما كوارث ملي كبروا. قال لولادو اجي اليوم نعلمكم كيفاش كتكون الرجوله، بمعنى انهم نتوما غادي تكرفسوا على هذا الولد هذا اللي هو ولد خوه، تكرفس عليه هو الاولاني، وكذلك خلى حتى ولادو الثلاثه تكرفسوا على ولد عمهم اللي صغير عنده 5 سنين. كيف ما تيقول هو ان الابن الصغير ولد عمو اللي تكرفس عليه الاخراني كانت عنده 9 سنين، قال لهم نعلمكم كيفاش تكونوا رجال. واش هادو اباء؟ هادو خصهم يعيشوا في المجتمع؟ هادو خصهم يكونوا يربيو اجيال اللي غادي دابا هذا شنو يربي في هادوك الناس دوك المساكين تكرفسوا عليه بصح؟ ومن بعد هددوا انه لو مشاو قال شي حاجه كيف ما دار حتى الفقي يهددهم، الا قلتوا شي حاجه غادي نقتلكم ولا غادي نفعل لكم ونترك لكم.
هاد الحال الاطفال صغار كيخافوا. قال له الا قلت شي حاجه للاب ديالك ولا الام ديالك غادي نقتلك. الولد سكت على ما فيه، ولكن واخا هكاك ملي جات الام ديالو بغى يحكي لها شنو اللي وقع له. كيف ما كيقول ما نقصش الفرصه اللي قص بينه مع امه، يلا امه جات من الطبيب جابوا يعني الناس كاينين وداكشي، ما قدرش يقول. اش دار؟ نعازل وبقى قابط واحد الكوام كيهضر ما كيتكلم. الاب ديالو الام ديالو شنو قالوا؟ قالوا ان السيد هذا الوليد هذا رجته الغيره من الاخ ديالو اللي جا جديد. يعني كنعرفوا حنا ملي كيكون واحد وليد وملي كتولد المراه الابن الثاني الوليد لو كيجي الغيره كيكون هو الاهتمام، من بعد كيتركز كيرجع الاهتمام ديال الوليد الصغير، هو كيتنسى كيحس بالغيره. هما هكاك اعتقدوا، قالوا راه غير حس بالغيره من طرف الاخ ديالو اللي جا جديد. المهم دازت ديك الايام، دازت بعد على ديك الحادثه 4 سنين، كبر داك الولد الاخ ديالو الصغير اللي وقع له في الزياده ديالو داك المشكل. جات واحد المشيه لان ديك الام ديالو خاصها تمشي تعزي شي ناس توفاو وخاصها تمشي للعزو، غادي تخلي الوليدات غتخليهم فين؟ عند عمهم ثاني اللي خلات عنده الابن الاولاني. جا الولد كيرغبها وتيقول لها، الولد وصل عنده 9 سنين كبر شويه بدا كيفهم، قال لها ما تخليهش مع عمي. قالت له وما يمكن ندي حتى واحد، غادي تبقى مع عمكم. شاف انه ما كاينش حل، وشاف ان المصير ديالو غيكون مصير خوه غيكون بحال مصيره، وعارف بان عمو وحش وما يسواش وما فيش الامان، وغادي يعاود نفس الكره على الاخ ديالو الصغير. شنو دار؟ قال لكم مشي كيجري لدار جدو اللي هو الاب ديال الام ديالو اللي كيبعد على الدار ديالهم شي 3 الكيلومترات، مشي تيجري قبضها جريه واحده ولقى خالو تما. قال له اجي معايا، راه امي خلات خويا صغير مريض، يلا معايا تشوفو. رجع نيت مع خالو، فجاو لقاو ان العم شد الابن حيد له حوايج الولد الصغير من 4 سنين وغادي يتكرفس عليه كيف ما دار على الاولاني. شوفوا هاد الناس هادو واش كيحشموا، واش كيستحيوا، واش انهم كيقولوا ان راه داك الدري صغير وراه من فلده كبد، كيعني راه ولد خوك راه بحال ولدك، راه من العائله، الا ضيعتيه راه تخرج عليه. ابدا ابدا، يعني ما عندوش حس شويه الضمير صحي انه باش ما يديرش داك المشاكل لداك الطفل الصغير. المهم منعو، يعني قدر انه ينقذ داك الطفل ديالو الصغير. هاد الشاب دابا اللي وصل 30 سنه وكيقول انه خدام واموره مزيانه وقرا وكلشي وبخير عليه، ولكن هو في الداخل ديالو ماشي هو هذاك. لحد الان مازال كيعاني بداك المشكل ديال الاغتصاب اللي وقع له، بديك الهمجيه عند من طرف عمه ولاد عمه. مازال قد انه ما يقدرش يتزوج وما يقدرش انه يولد ينجب اطفال وما يقدرش يكون انسان طبيعي. شفتوا التاثير ديال هذا؟ وهذا مشكل ديال ان الام ما انتبهاتش وما ردتش البال لابن ديالها وما سمعتش اللي كان كيقول لها ان ما نقصوش عند عمي او ما تخليناش عند عمي، ما كانتش كتفهم وما كتعرفش علاش. هذا هو الاشكال. والمشكله ان العم ما مسوقش، قال لك مشى للحاج ودير اللحيه ومتدين وانسان عنده واحد يعني واحد كما هو ولادو دوك الوحوش كانهم من الناس ما كيديروا حتى شي حاجه، وهما هادوك اخطر ناس على المجتمع، هادوك اللي خاص المجتمع يتصفى ويطهر منهم لانهم وحوش في هيئه بشر. هذا اللي بغيت نقول اخوتي اخواتي، رسالتي لكل ام وكل اباء وكل ولي، يعني ردوا بالكم على وليداتكم، راه الامور غير غدا وكتسوء وما بقى ما يعجب، والا ما حطيتوش نتوما ولادكم راهم غادي يمشيو، وخصوصا ان الابناء كيشوفوكم انكم نتوما هما مصدر الامان ديالهم. لو نتوما ما حميتوهمش يعني كاباء وكولياء وكامهات، يعني فين غتكون غيحمي هاد؟ راه نتوما المسؤولين الاولين عليهم، والا ضاع داك الطفل راه كيبقى بصح المجرم تياخذ العقاب ديالو، ولكن راه نتوما المتهمين الرئيسيين الاولين لانه ما حضيتوش مزيان وما كنتوش يعني ما وفرتولوش الحمايه الكافيه اللي كان في ديك الطفل ديك اللحظه، لانه ما كانش عارف حتى شي حاجه وكان صغير ضحيه للوحوش اللي تعرض لهم، ما كانش فاهم بزاف الحوايج. هذا علاش اخوتي اخواتاتي انا كيبقى فيا الحال من هادشي، وكنبغيو نهضروا عليه ونهضروا بصح وبشكل يومي. ردوا بالكم على ولادكم، ردوا بالكم على ولادكم، راه الحياه ما بقاش فيها ما يتعجب. وكنتمنى هاد الفقيه هذا ياخذ اقصى العقوبات ديالو، وكنتمنى عطين ضوا والاخرين يديروا تنسيو الفقيره ماشي مؤهل للثقه كامله باش انه تقولوا انه كيخاف وكيعرف بينه وبين الله. هذاك راه غير مجرم، هذاك راه المجرم كل مشكلته انه عنده شي نزوات وشي كبت الداخل ديالو كيجي يفرخهم على الابناء ديالكم الابرياء اللي ما دايرين لا بيدهم لا برجليهم، كل ذنبهم انهم الوليدات كيبغيو يمشيو يقراو كتاب الله عند الفقيه اللي كاين في الدوار. هذا هو اللي كاين، هو ما بينه وبين الدين الاسلامي غير الخير والاحسان، حتى علاقه ما كتجمعهم، راه وحش ادمي.
هذا اللي كان اخوتي خواتاتي، كنتمنى رسالتي تكون وصلت، وكنتمنى ان كل واحد يرد البال على وليداته. وشكرا، الله يحفظ الجميع، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.